المنولوج الثاني اللي عندنا اسمه سايح. نبي ندور من ديرة لديرة وبنشوف، فنشوف المقدمة بعدين نبي نشوف وين بنروح. سافرنا إلى الهند، فهناك شفت الحادثة اللي صارت. دشيت أحد المطاعم الهندية ولا شفت أحد إخواننا العراقيين قاعد في المطعم، لا هذا يتكلم عربي ولا هذا يتكلم هندي. فبنشوف هذا شلون أول قام يتكلم وياه. قال لي عغاتي عيني، هاي حكاية، هاي مو أنا جاي هنا علشان أتورط بيك ولك. شاباتي هاي حجاية، هاي عادة اطيني ولك شاباتي، اطيني ولك آغاتي، اطيني ولك آغاتي، جوعان ما عيدكم أكل يا أهل الرحم بيعوني، جوعان ما عيدكم أكل يا أهل الرحم بيعوني، وكل مرة بتعاني الأكل أطلب ولا تبطوني. عيني طلبت أنا الأكل أطلب ولا تنطوني. فالهندي
الهندي رد عليه وش قال؟ بنشوف الهندي. نشفت ريج انت ما ريجي، ليش انت زعلان رفيقي؟ ليش حتبرك فيها؟ شباتي موجود، لهم موجود، خراب مردود، اتشهي موجود، محبة اسلام كهين بري، لكن اسلام والله كره. ليش انت يسوي جنجل؟ انا يروح انت تعال، هي هي. ليش انت زعلان ربيبي؟ نشفت ريج انت مري. ليش انت زعلان ربيبي؟ ليش ليش لا 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 نشفت ريج. سافرت المغرب، هالغناية تبي صفقة، تبي لا مو هشك، تبي كيف؟ سافرنا المغرب وتلاقينا مع واحد من الأخوان المغربيين، فأخذني معاه يبي يتزوج له واحدة مصرية، فكانت طبعا لما سافرنا القاهرة الأخ ما اختار إلا معلمة، فأقول له وين رايح؟ يقول لي والله رايحين المغرب القاهرة. شو تسوي؟ قال والله ما نعرف شو مثل نتزوج واحدة مصرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. فراح الأخ حق الأخت المصرية، كيف حالك؟ الله الله، بنقول كيف حالك وجايبين لك معانا هدية نبي نغنيها لك في هالعيد السعيد، سمعيها منا وقولي أي كلام تقوليه. الحبيب للا عيشه، حبي الحبيب للا عيشه، جينا احنا بيك نبارك ليك للا عيشه، جينا احنا بيك ونبارك ليك بعيد ميلاد، عيد ميلادك يا سليمه. حبي الحبيب للا عيشه، جينا احنا بيك للا عيشه، جينا احنا بيك للعيشة ومبارك ليك للعيشة، جينا احنا بيك للعيشة ومبارك ليك للعيشة، جينا اهلي بيتك يا حبيبة، جينا اهلي بيتك يا حبيبة. فردت علي المعلمة وش قالت؟ يلا دقوا يا الله.
على مند نعيشة مشهورة بشرب الشيشة على مند نعيشة مشهورة بشرب الشيشة وكل القهوة عرفاني وكل القهوة عرفاني والله وديني وإيماني مشهورة بشرب الشيشة على مين عدا مين دا نعيشة مشهورة بشرب الشيشة وكل الأهواء عرفان والله يديني فيمان وكل الأهواء عرفان والله يديني وإيمان نبط بطك زي الريشة آخر نمرة عندنا تلاقيت وأنا جاي من هناك في الكويت مع واحد فلسطيني من إخواننا الفلسطينيين قاعد يتلاقى مع زوجته بالشارع مال قاعد يقول له يا زلمة بدي اشترك بهون استنى خلينا نلبس بالأول سليم يا مغسان بدي اياش ترتشبي معي علشان بنروح بدنا نروح احضر بديش اروح مش راتبي يا الله لا يجبرش بديش ترتشبي هلا يعني ترتشبي يا علي الضرب وش لازم ترتشبي بدي احرك نفسي حركة عاد انا بدي اوقف هيك واعمل هيك لا يا دلمي له والله العظيم شو بدنا نعمل هيك والله العظيم حالي هذه كويتية ولا فلسطينية بقول لك رجبي بدي شرشب يا مسليم رجبي بدي شرشب أنا وأنا بقول مش متحرش من هالمكان خلاص السلام عليكم وشو جايبك هون أنت كمان أنا شو جايبني هون ليش صوتك مولي مبلش انا يا زلمه مالك مبلش على مغسان انت شو جايبك هون لا اله الا الله اذكر الله يا ابن الحلال علي الطربوش غير تصلحوا شو نصطلح شو بدكم تعملوا لينا شو بدي اسوي لك اصبر شوي ساعه شو بسوي لك والله غير طول اللي ظل بجلك تفضل يا شباب
جابي بلا عيناني بلل يا عيني بلل. يلا ركب السيارة يلا ركب السيارة وانتي يسبك الريح بالليل يا عين بالليل. وليش تكوني محتارة وزوجك عنده سيارة بالليلي بالليل. شارم جلي دجان طول شارم جلي دجان ويومها كنت جارة ويومها كنت جارة خاطبتك من أبو غسان.